مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه لكم من خلال برنامج البلاد واكيد عبر شاشه 218 عائله شاشه كل الليبيين. مشاهدينا في الحقيقه احنا من خلال الفترات الماضيه بشكل كبير نحاول ان احنا نغطوا اكثر المواضيع الاهميه اللي هي مساله المصالحه الوطنيه والدور اللي اكيد يعني تمشي معاه في الوقت الحالي واهميته بشكل مباشر على المجتمع الليبي ودور المصالحه في بناء الدوله الليبيه. ايضا دائما نذكر حتى جهود اعيان المناطق والمجالس الاجتماعيه في كل ليبيا اللي تحاول انها تقدم الشيء الحقيقي اللي في بعض الاحيان او ان صح التعبير هو اغلب الاحيان عجزت انها تقدمه. طبعا احنا حنتكلم اليوم حول موضوع مهم جدا وهو موضوع السجون في ليبيا. حينضم الي عبر الهاتف الان الاستاذ محمد البشر رئيس مجلس اعيان ليبيا. شيخ محمد مساء الخير. شيخ محمد مساء الخير. طيب لنعود الشباب الاتصال بالشيخ محمد. مسألة زيارة السجون من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة حقيقة نقطة إيجابية وخطوات يعني نحو الطريق الصحيح والمسار الصحيح. حاولوا من خلالها المجلس أن يشوفوا حال السجون ووضعهم بشكل كبير ماذا يحدث داخل في السجون الداخل. احنا عارفين أن في اللي عنده عائلة يعني ولده وبنته وخوه وإلى آخره والتهم يعني مختلفة كل واحد والتهم بتاعه، حسب في بعض الأخبار اللي تقول أن في بعض السجناء اللي لم يتم تقديم المحاكمة وقاعدين على ذمة التحقيق، بل حتى في اللي موصلش حتى مرحلة التحقيق. بالتالي بدأ حقيقة مجلس أعيان ليبيا للمصالحة العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الرئيسية. ينضم إلي من جديد الأستاذ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة. شيخ محمد مساء الخير. مساء النور استاذ فضل، مساء بك. اشكرك جزيل الشكر شيخ محمد لانضمامك لينا. وحقيقه مجهودات جباره يقوم بها المجلس، لكن لو سالتك كيف تصف لنا وضع السجون الان خصوصا بعد زياراتكم لسجون مثلا مصراته والان طرابلس؟ والله الحقيقه اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. احييك ونحيي الساده المشاهدين كلهم. حقيقة احنا لم نزور كل السجون اللي موجودات تابعات لوزارة العدل، لكن كل غالب السجون او كل السجون اللي زرناها كان وضعها من جيد جدا الى ممتاز، يعني وضعها من ناحية النظافة، من ناحية السكن، من ناحية المعيشة. حاولنا طبعا، كان الوفد كبير من حوالي 20 منطقة بالنسبة لزيارة السجون اللي موجودة في مصراتة، كان الوفد من حوالي 20 منطقة وكان العدد كبير حوالي 60 شخصية. اللي انفرد بالسجناء وسألهم على حدة واللي كذا، فقالوا الآن المعاملة جيدة في هذه، يعني من كل من سئل قال المعاملة الآن جيدة. فأنا أظن أن السجون الآن بدأت تسير في اتجاه أحسن ولأحسن إن شاء الله. نعم شيخ، احنا قبل لحظات كنا نشوفه في بعض النماذج اللي هي لأسماء سجناء، هذه القوائم صدرت من مجلسكم، هل هذه القوائم النهائية أو مازال في قوائم أخرى لأسماء المسجونين ومحكوميتهم وإلى آخره؟ طبعا نشوفه فيها الآن على الهواء. نعم هم طبعا احنا بعد هي مجموعة من الأمور اللي خرجت على الإعلام في المدة الماضية وسياسة المجلس الحقيقة أو منهج المجلس من إنشاءه من 2013 من تاريخ تأسيس المجلس وانضمام عدد كبير من الأعيان وغيره، رفع راية الإصلاح بعيدا على كل التجاذبات السياسية وبعيدا على كل الانتماءات الحزبية. رفع راية الإصلاح، يرى كل الليبيين أنهم هم أبنائنا وكلهم هم أبناء هذا الوطن، يجب أن يقام بينهم العدل وأن يأتوا لمصالح حقيقية. بينما احنا نرى، سالنا احد المشايخ في ذات المرات قلنا ما هو اولى، هل نقيم العداله قبل او المصالحه قبل؟ فقال من حديثه، قال اذا اقيمت العداله لا نحتاج الى مصالحه. صحيح. لكن الحقيقه ما نحتاجه في ليبيا الان هو وقفه جاده، هو هذا ما دعانا لزياره السجون. لما زرنا السجون كان هناك بعض الاشخاص او بعض الشخصيات اللي موجوده داخل السجون لم يحقق معها ابدا من 3 سنين وسنتين واربعه لعده ظروف، منها شكوى رئيس النيابه في مصراته، قال كانت هناك تضارب في الصلاحيات ما بين النيابه العسكريه والنيابه المدنيه،
وكثير من القضايا اللي أربكتهم كانوا وكلاء النيابات اللي موجودين في المسارات لا يكفوا العدد اللي موجود. كثير من الأشياء اللي برزت يقع مسؤوليتها على وزارات العدل المتتالية، خاصة في أثناء حكومة زيدان. كانت وزارة العدل في حكومة زيدان اشتكى منها الكثير من المسؤولين، يقولون أنها كانت مقصرة جدا في تكليف وكلاء نيابة حقيقيين. بعد الحديث مع رئيس النيابة وأمراء السجون اللي السادة اللي مدراء السجون، تم الإفراج على عدد لا بأس به، يعني عدد كبير الآن في ظرف شهر ما يقارب من 200 شخصية، يعني من 200 شخص تم الإفراج عنهم في ظرف الشهر، يعني ما بين الزيارة اللي كانت في شهر 2 إلى عند توا، وتم تسليمنا قوائم بالمفرج عنهم، اللي يفرج عنا من خلال النيابة، اللي يفرج عنا بعد التحقيق، اللي يفرج عنا بعد قضاء مدة الحكم. فكان واجبنا احنا الدفع، وكانت هذه الخطوات من زيارة السجون إلى غيرها هي سلسلة في خطوات متتابعة لإرساء مفهوم جديد وتأسيس لمصالحة وطنية حقيقية شاملة. لا يمكن أن يستمر الحال في الوطن على ما هو عليه الآن من هذه التجاوزات السياسية ولا يخرج صوت حقيقي ينادي بأن يلتفت الليبيون كلهم إلى المصالحة. كانت هذه القوائم اللي تم نشرها على صفحة المجلس واللي عند القناة قناتكم الكريمة بارك الله فيكم على المتابعة، أن تم نشر هذه القوائم حتى يعلم القاصي والدائن أن هناك إرادة حقيقية وصادقة عن كثير من الليبيين أو غالب الليبيين بالاتجاه نحو التهدئة ونحو المصالحة ونحو إخفاء صوت البنادق على مسائل المواجهة التطرف أو غيرها. إحنا اللي بينبر واحنا قاعدين نعاني من مشكلة القتال ومشكلة صحيح. العدوات القبلية والعدوات ما بين المدن. نعم الشيخ محمد، طبعا مثل هذا العمل المذل الكبير حقيقة محتاج إلى دعم مهما كان، حتى وإن كانت الدولة هشة أو إنها ما زال لم تكتمل نموها أو أيا كانت الأحوال، لكن هل هناك دعم من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة حول يعني من مثل هذه المجهودات اللي تقوموا بها؟ أنا خلينا نتكلم معك بصراحة لأن تمام هذا النبوة والله صراحة خليها كليبيين. في الأيام الماضية عندما ذهبنا لوزارة العدل تم الاتفاق على زيارة سجن الهضبة وسجن آخر سجن التضامن في تاجورة أو غيره، وركبوا المشايخ في حافلة ذهبنا بها للسجن، وبعد ذلك انتقلنا لتاجورة، وإحنا راجعين حدثت ماس كهربائي للبطارية للنظيفة. المشايخ دفعوا من جيوبهم ثمن البطارية، يعني هذا العمل تكاد في أنت لو تعرف معنى هذا، لو يعرف الليبيون معنى هذا. نحن كثير من يتهم ويقول هذول مين مصادرهم، لا هو دافع وطني حقيقي من رجال حقيقيين في المصالحة. مجلس أعيان ليبيا الآن هناك من يحاول التشويش على عمله بإخراج مجالس أخرى أو بإخراج لجان أخرى أو بإخراج أي جهد آخر، هذا شيء جيد أن يندفع الناس نحو المصالحة ونحو العمل من أجل المصالحة. لكن العمل اللي موجود على الأرض من 2011 إلى عند الآن يؤسس من جيوب المواطنين، يعني هذا المجلس في حوالي 200 شخصية، له فرع في الجبل الأخضر، له فرع في سبها، في أباري، في الشاطي، في جبل نفوسة، في طرابلس، في كل مكان، كلهم بالتكاتف الاجتماعي، يعني العمل التطوعي يدفع من جيوبهم غير، ليس لدينا دعم مادي. لكن الدعم السياسي احيانا اجد دعم سياسي من الحكومات ومن الجهات التشريعيه في الماضي قبل ان تنقسم البلاد بسبب تداخلنا في كثير من المشاكل اللي حاصله ما بين المدن وما بين القبائل. كان هناك دعم حقيقي، وكانت افضل حكومه تعاونت مع الاعيان ومع الحكماء وتعاونت مع جميع رجال المصالح هي حكومه عبد الرحيم الكيبي الحقيقه. كانت حكومه تتعاون بشكل جدي وواضح مع الجهود الاجتماعية الحقيقية اللي تعتبر تجربة حقيقية مهنية ذات اكتسبت خبرة طيلة السنوات الماضية في مجال الوساطة الاجتماعية أو الوساطة في النزاعات. نحن نعرف حدود قدراتنا جيدا، نعرف ماذا نفعل،
الآن نؤسس لمصالحة حقيقية داخل الوطن، نبدأ من القاعدة الاجتماعية إلى السياسية. نعم. كلهم الآن سيلجؤون إلى ما نقول إليه دعون الله. نعم. طيب بالعودة لمسألة القوائم اللي صدرت من المجلس شيخ محمد، هل هذه هي القوائم النهائية ولا راه ما زال في قوائم ثانية وإن شاء الله حيتم الإفراج على مجموعة أخرى؟ اليوم تم إبلاغي من رئيس النيابة أن نعم. اليوم تم الإفراج على عدد من الذين السجناء إلى اليوم، يعني حتكون بتتابع، يعني فيه اللي إفراجات قديمة، لكن اللي أمس ولمس بعد استلام القوائم هناك مفرج عنهم آخرين. نعم. لكن احنا تعمدنا نشرها لحتى يعرف اللي بيوم أن هناك ما زال هناك خير، والنظرة ليست سودية فقط. نعم شيخ محمد، شيخ محمد فقط على الجزئية هذه، الجزئية هذه فقط اللي هي أنت قلت اليوم تم الفرج على مجموعة من السجناء، يا ريت تقول لنا من أي سجن، هل في طرابلس أو في منطقة أخرى، وكان في طرابلس أما سجن؟ لا هو في سجون الموجودة التابعة لوزارة الدفاع لحكومة الإنقاذ في مصراتة. تم إبلاغي أن تم الإفراج على عدد من السجناء اليوم، يعني اليوم تم الإفراج على عدد آخر من السجناء، ممكن 10 ممكن 15 سجين، وكل يوم إن شاء الله، لأن هناك عمل كبير وحقيقي من أجل الإفراج على الكل. لكن إحنا ما يرن له المجلس الحقيقة، ما يريده المجلس، لازم نكون شجعان، يعني إلى متى سيستمر هذه المواجهة وهذا التعنت؟ لن ينجح فريق في ليبيا سواء كان سياسي أو غير سياسي إلا بجلوس الشجعان على طاولة واحدة مستديرة. صحيح. للتفاهم على حل قضاياهم، على من يحكم هذه قضية أخرى ممكن نلجأ لعدة طرق. نعم. لكن أن يستمر المواجهة كذا والتعنت بدون جلوس وكل واحد يرى في نفسه الأفضلية، هذا كلام غير صحيح وكلام لا يؤدي بنا إلا لدخول ما في تحت أشياء أخرى دولية وغيرها من القضايا الأخرى. نعم. انتشار العصابات، ما غير العصابات المتطرفة تدخل في عصابات إجرامية من أجل المال، من أجل الأرزاق، من أجل النفوس يعني. نعم. طيب شيخ محمد، في الحقيقة العديد من التقارير الدولية اللي صدرت من يعني آخرها اللي هي صادرة من اللجنة المكلفة في مجلس الأمن وغيرها من هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن في انتهاكات لحقوق الإنسان سواء كان بالسجن التعسفي أو الخطف أو القتل والتعذيب إلى ما ذلك. هل من خلال ما تفضلتم بزيارتكم أنتم كمجلس ومع أعضاء المجلس للسجون شفتم على أرض الواقع أو تم حجب بعض الأشخاص داخل السجون؟ أنت ذكرتني أول شيء الصوت في التليفون بدأ يمسح بشوي شوش، يعني ما نفس السنين. نعود لك السؤال لو ما سمعتيش مزبوط شيخ محمد. لا أنا سمعته لكن لا يحسن الصوت شوي. أنا نقول لك أنت ذكرتني الآن بنقطة مهمة جدا. التقرير الأخير اللي صدر من 200 وكذا صفحة أشار لعدة أمور وخاصة في مواضيع السجناء والمعتقلين وغيره وغيره من الأشياء. هذا يدل دلالة واضحة أن كل الأطراف الليبية مارست ممارسات لا تليق بشعار العدل وشعار غيره وغيره غير من الأشياء، وسيسائلهم المجتمع الدولي وسيسائلهم الليبيون يوما ما. الأفضل في ذلك أن نلتجئ كلنا إلى العفو الآن، أن نعفو على بعضنا الآن، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، أن نتنازل كلنا من أجل أن ننقذ أنفسنا وننقذ غيرنا. إحنا بعد زيارتنا المتتالية والمتتابعة للسجون صراحة حتى السجناء رأينا الباب اللي يعرف، يعني احنا معانا ناس دكاترة ومعانا دكاترة طبية من الطب يعني. نعم. دكاترة يعالجوا في الناس وشرطة قدم وغيرها، لما يخشوا للناس تعرف من وجهها هل هو يتعرض لتعذيب ما يتعرضش، حتى كان خايف من الحرس ولا غيره، مع تأكيد مع ان احنا لما واجهتناش اي مشكلة في الحديث على انفراد مع احد، ولو كان فيهم جماعة قالوا لي يكتب حتى فرقة ويعني هالنا في الدرجة ما فيش مشكلة، وما حجب عنا أحد إلا بعض الترتيبات في بعض السجون العسكرية، يقال أن العدد كبير من المشايخ اللي جايين ياريت يخشوا بالجزء بالجزء. نعم. هذا ما سمعش إن فيه تعذيب، لكن المشكلة في ليبيا، المشكلة في ليبيا ليست السجون التابعة الآن لمؤسسة الدولة ممكن يسألها القضاء وغيرها، مشكلتنا في الخطف اللي يبتز على المال، مشكلتنا في السجون اللي ما هيش تابعة للجهات الرسمية. نعم شيخ. مشكلتنا في المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الأعلى للقضاء متأخر خطوات كبيرة جدا في معالجة قضايا المسجونين داخل السجون، متأخر كثيرا. أنا أشهر أسبابه، لكن هذا السؤال سؤالنا عليه من أكثر من مدينة، أعيان المدن وأعيان المناطق اللي داخل. نعم. يقولوا الآن كاتبين مذكرة يقول لا، يجب أن ننادي بأعلى صوتنا
للمجلس الأعلى للقضاء، لأن احنا ليس لدينا الآن أي جسم موحد في البلاد إلا القضاء. البرلمان اثنين، الحكومات اثنين ولا ثلاثة، لكن القضاء ما زال هو القضاء. احنا بنحافظ على هذه المؤسسة، يجب أن تعجل. يعني كل ما يخرج مجموعة من الناس تفرح وتهدي وتبدأ فيه أمور أفضل بكثير يعني. نعم. لكن لما يبدو أبناءنا مسجون قضية أخرى. نعم. نعم. حقيقة نشكرك جزيل الشكر شيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، ونتمنى أن ربي يوفقكم في مثل هذه الخطوات ومزيد من التقدم. احنا عارفين الجهد اللي تقدموا فيه، وياريت مؤسسات الدولة الرسمية تدعم مثل هذه المبادرات اللي هي مبادرات اللي تسعى لترميم ما أفسد الدهر وما أفسد الكرة والتقسيم اللي صاير في البلاد بين هذا وبين هذا. ياريت أن يكون في دعم حقيقي لمثل هذه المؤسسات. مشاهدينا الكرام، فاصل بإذن الله، وإحنا ما زال مستمرين بإذن الله في موضوع السجون، وحينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ عادل كرموس وكيل وزارة العدل لشؤون السجون بحكومة الإنقاذ الوطني. فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، رحبوا بكم أكيد من جديد، ورحبوا بالأستاذ عادل كرموس وكيل وزارة العدل لشؤون السجون بحكومة الإنقاذ من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية. أستاذ عادل مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك، ونشكرك جزيل الشكر لانضمامك لنا في برنامج بلاد، وحنتكلموا على السجون في اللي هي تقع تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. بداية السؤال، هل كل السجون اللي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ أو هي اللي تحت وزارة الداخلية تحت سيطرتكم بشكل مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بداية تحية لك أخي عز الدين وللأخوة المشاهدين. أود التصحيح أن عادل كرموس وكيل وزارة العدل لشؤون جهاز الشرطة القضائية. نعم. بالنسبة للسجون اللي خاضعة لوزارة العدل، كل السجون طبعا تمتثل لأوامر النيابة العامة والقضاء، وجميع الأوامر الصادرة عن النيابة العامة والقضاء تنفذ. بالنسبة لوزارة العدل ليس من صلاحياتها إصدار أوامر الحبس أو الإفراج، هذه الأوامر هي من اختصاص النيابة العامة والقضاء، وهذه الأوامر حاليا في جميع السجون تنفذ وبأريحية ودون أي معارضة. ما يعاني منه البعض طبعا وما يتكرر أثناء زيارات سواء المنظمات الأهلية أو المنظمات الدولية هو عدم الفصل في بعض القضايا أو تأخر الفصل في بعض القضايا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة للسجون في ليبيا أو ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، هي منذ تولي حكومة الإنقاذ هي مفتوحة لجميع المنظمات الدولية والأهلية ولجميع من يرغب في متابعة حقوق الإنسان بالنسبة للسجون الليبية، خلافا لما كان في السابق. كانت ليبيا السجون لا يسمح بزيارة المنظمات الدولية إلا ما قل وندر وبترتيبات معينة. نحن وبكل شجاعة واجهنا هذا الموقف وفتحنا السجون لجميع المنظمات، والأريحية التامة في لقاء السجناء، إلا بضوابط بعض السجناء من لا يرغب في الظهور للإعلام أو التصريح بأي، يعني في النهاية خصوصية خاصة به هو. نعم. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، متابعة المنظمات الدولية للأسف الشديد تكون حسب الحدث. يعني لاحظنا في الأيام الماضية تقاطرت علينا أغلب المنظمات الدولية الحقوقية نتيجة الفيديو المسرب فيما يتعلق بموضوع السعدي، بعدها انتهت أي متابعة. نحن أبوابنا مفتوحة، المنظمات المحلية برغم جهدها المبذول بعض المنظمات إلا أن هذه المنظمات تكاد تكون محدودة، الاهتمام بها يبدو أن ليس كبير يعني فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ومتابعة السجون، يعني الزيارات تكاد تكون محدودة بالنسبة للمنظمات. نعم. الأهلية. نعم. الزيارة الأخيرة لمجلس للجنة أعيان ليبيا للمصالحة، هذه الزيارة رحبنا بها، وهي كانت في إطار سعينا كوزارة عدل لتوضيح المسألة محليا
الجانب الدولي طبعا المنظمات الدولية تتولاه وتنقل ما تشاء. نحن نود أن نطمن إخواننا الليبيين أن أبنائهم الموجودين في السجون التابعة لوزارة العدل يعاملون معاملة حسنة، نعم، وليس عن طريق الإعلام أو المواربة، وإنما حقيقة من خلال الزيارات لمجالس الأعيان. طيب، هذا حديث جيد وممتاز جدا ويطمن المشاهد، ولكن تقرير الأمم المتحدة، اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة اللي صدر من تقريبا من يومين، كان عكس تماما من اللي تفضلت به أستاذ عادل. يعني لو بدأنا بها نقطة نقطة، والسجون اللي تم ذكرها، سجن عين زارة متورط في قضايا تعذيب بما في ذلك تعذيب المحتجزين، وتتواصل فيه الإساءة والمعاملة الشديدة، أيضا انتهاكات متماثلة لحقوق الإنسان في سجن الرويني وعين زارة. كيف ترد في على ذلك؟ التقرير تقريبا يستند إلى وقائع سابقة، وقائع في بداية ثورة فبراير. لا، هذا الآن أستاذ عادل هذا الآن تقريبا له يومين، وشغلهم هذا ما تجاوز تقريبا الشهرين. يعني لا احنا في فترة شهرين لا توجد زيارات، لكن الوقائع اللي اشاروا لها هي الوقائع لفترة ماضية يعني. نعم. عموما احنا لا ننكر ان هناك تجاوزات بالطبع، ولكننا نعزو هذه التجاوزات الى عدم خبرة المسؤولين عن المؤسسات. لكن هذه التجاوزات وان كانت في يوم من الايام محدودة، الا انها الان اكاد اجزم انها لا وجود لها، وذلك من خلال زياراتنا المتكررة، من خلال فتح السجون لكل من يرغب في التواجد. ربما المنظمات الدولية تستند إلى بعض الوقائع نتيجة مثلا الفيديو المسرب مثلا المتعلق بسعدي. يعني كلنا شاهدنا هذا الفيديو، وهو لا يرقى إلى مرتبة التعذيب، يعني يكاد يكون انتزاع اعتراف بالقوة لا أكثر ولا أقل. يعني هذا من ناحية قانونية، وأمام القضاء لو ثبت فعلا أكيد الاعترافات هذه ستطرح. ما أثبتناه من خلال زيارات المنظمات الدولية أنهم جلسوا مع جميع النزلاء وتحدثوا معهم بأريحية دون حضور أي فرد من أفراد الشرطة القضائية أو بأي قيد. تمام. طيب أستاذ عادل، فقط حتى نحاول نجزئوا الحوار بحيث أن نوصلوا لصيغة مع حضرتك ونفهم المشاهد الكريم بما يدور في السجون، ولكن بالرجوع للتقرير، التقرير ذكر أسماء الآن تدير هذه السجون وهي متورطة في 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 انتهاكات لحقوق الإنسان. نعم، الأسماء اللي وردت طبعا الأحيان الممارسة تكون من فرد من شرطة قضائية، لكن من يتحمل المسؤولية هو من على رأس هذه المؤسسة، لأن هذا هو الاسم المعروف. لكن هل هناك تحقيقات فعليا وأن الإثباتات أن هذه الأسماء فعلا متورطة في هذه الانتهاكات؟ أعتقد أن الإجابة أكيد بالنفي. يعني كل من تصدر المشهد في ثورة في فبراير أو نعم. أو تلا أي مكان فهو متهم أيضا بهذه الانتهاكات. إذا كان أحد المسؤولين تولى هذه المهمة وتصدر مشهد رئاسة مؤسسة إصلاح وتأهيل يتهم ويبتعد عن هذا المنصب، فلن نجد أحد يعني. نعم، يعني تولى هذه المهمة وتكون انتهاكات أكبر. نعم. طيب، هذه السجون هل قمتم بزيارة مباشرة حضرتكم لها أو من خلال لجنة مشكلة من حضرتكم بحيث أن يتم متابعتها؟ لأن بصراحة التقرير جدا جدا مرعب أستاذ عادل. نعم، لدينا زيارات متكررة، ومعظم الزيارات تناولتها وسائل الإعلام سواء المحلية سواء بعض القنوات الخارجية يعني. طيب، احنا مازال حنتكلم على حتى بعض السجون أستاذ عادل. نعم، اللي هي حتى احتجاز في منطقة أبو سليم وسجن التضامن والحفرة في تجورة، ومازال سجن أيضا طمينة اللي ديرة، يعني حسب الكلام اللي في التقرير اللي صادر أن أحد الأسرة هي اللي تدير أسرة تدير هذا السجن. والله طبعا هي أسرة أنها تدير هذا السجن، تأديب طبعا مستبعد. احنا أغلب السجون اللي خاضعة لجهاز الشرطة القضائية. أنا ما جبت شيء شيخ أستاذ عادل، هذا التقرير
هكي والتقرير طبعًا. يعني بالاسم ذاكر احنا طبعا غير ما تجيش نذكر الاسماء لهذه امور قضائيه. نعم طبعا 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 طبعا. هل كل ما ورد بالتقرير مسلم به؟ نعم. هل كل ما ورد بالتقرير صحيح؟ والله هو التقرير راهو مقسم مش غير حقوق الانسان، متكلم حتى على السلاح ومستناول بشكل كبير بشكل مباشر طبعا. لكن انت ممكن انت نستوضحه منك ونصحح لنا اذا كان التقرير فيه خطا. عفوا لماذا لم يتناول التقرير الزيارات المتكرره للمنظمات وللقنوات الاعلاميه للسجون والوقوف والوقوف مباشره على احوال السجناء؟ انا طبعا لا ادافع عن التجاوزات، فعلا هناك تجاوزات، لكن هذه التجاوزات تحصل في جميع دول العالم في جميع سجون العالم، لكنها ليست ممنهجه، لا يقرها المسؤولين في وزارة العدل أو المسؤولين في جهاز الشرطة القضائية. نعم. جميع التجاوزات التي تحصل هي في الخفاء، كل من ثبت عنه ارتكب أي ممارسات أو تجاوزات فيما يتعلق بمعاملة السجناء يتم معاقبته وإحالته للقضاء. ما حصل في سجن الهضبة تم التعامل معه وفقا للقضاء وإعفاء بعض من تورط في تلك التسريبات. نحن كوزارة عدل نتعامل مع الموضوع بجدية، لا نسمح بهذه الانتهاكات. خوفنا الأول والأخير هم الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن في النهاية الأشخاص الموجودين في هذه المؤسسات هم بشر، ونحن مسؤولين على حمايتهم ورعايتهم وتقديم الخدمات لهم. نحن لا ترعبنا المنظمات الدولية ولا يرعبنا المجتمع الدولي بتقاريره، نحن نخاف الله سبحانه وتعالى. في النهاية هم إخواننا ليبيين، ويجب علينا أن نمنحهم، وإذا كانوا اقترفوا في حق أبناء شعبنا بعض الجرائم فهم من حقهم أن يعاملوا معاملة الحسنة وأن يمتلوا أمام القضاء وأن يلاقوا المحاكمة العادلة. نعم. طيب ماذا تقول في، أنت طبعا حضرتك ذكرت أن المنظمات هذه يعني لما زارت ما لقتش الشيء اللي حكت عليه الأمم المتحدة. هي أم الرئيس ووتش في تقرير لها عام 2006 قالت أنها قابلت معتقلين، وفي طبعا تديرها وزارة العدل في حكومة الإنقاذ الوطني، والسجون هذه في مصراتة وكانوا يعانون ويعذبون تعذيب كبير ومعاملة سيئة، وأيضا في طرابلس السجون اللي تتبع نفس الشيء الوزارة. وهذه هيومن رايتس ووتش قابلت السجناء، هم اللي شكوا وهم اللي قالوا الكلام هذا. طبعا كل من هو سجين او متهم في بالذات في حتى القضايا الجنائية، بغض النظر عن القضايا الجنائية، نعم، اذا تحدثت معه سيقول لك انا بريء. مش مسألة البراءة استاذ عادل، هي مسألة التعذيب. عفوا انا اعطيك مثال، يعني اعطيك مثال، يعني لا انا اعطيك مثال. نعم. اعطيك مثال ان في الوقائع اللي مسند لاي متهم دائما يدفع بانه بريء وانه زج به في السجن ظلما. المعاملات نحن لا نترك الامر للقول. نحن فتحنا السجون لجميع المنظمات، لجميع المنظمات سواء المحليه او الدوليه، لدخولها في اي وقت وبدون قيود. يعني احيانا رئيس المؤسسه يتصل برئيس المؤسسه مباشره ويتم تحديد موعد الزياره مباشره دون الاتصال بوزاره العدل. نحن ليس لدينا اي حرج في ان تفتح السجون وان يحضر من يشاء للوقوف على حاله السجناء. نعم. ونؤكد ان ما يتم ترويجه ولو كانت هناك يعني بعض الأخطاء فهي أخطاء فردية تتم عن طريق أشخاص، إذا ثبتت فإن الوزارة ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية. طيب هل اتخذتم إجراء قانوني ضد من يعني حسب كلام حضرتك أن تكون أخطاء فردية؟ هل تم يعني القبض على أي شخص قام بانتهاكات حقوق الإنسان وكانت يعني أخطاء فردية زي ما وصفت حضرتك؟ إذا توجهت شكوى للنيابة العامة أكيد النيابة العامة حتى تمارس التحقيق في الموضوع. من سيقدم الشكوى للنيابة العامة؟ جرائم طبعا اللي يقدم شكوى للهيومن رايتس أقرب له النيابة العامة في طرابلس. هيومن رايتس ووتش زارت السجون للداخل والسجين ما يقدرش يطلع يمشي للنيابة؟ لا، السجين ينقل للنيابة أثناء التمديد أثناء جلسات المحاكمة. نعم. وأثناء زياراتنا للسجون
أثناء زيارتنا للسجون لم تقدم لنا أي شكوى، برغم التقينا معهم بكل أريحية وطلبنا منهم أي كل من عنده مظلمة، أن كانت جل المظلمات أن سرعة الفصل في القضايا فقط. الفصل في القضايا هذا طبعا شأن مجلس أعلى القضاء والظروف المحيطة بهذا الشأن يعني. نعم. طيب أستاذ عادل، أنا مازال ما حصلتش الإجابة من حضرتك، أنا فقط هل في حالات تم القبض عليها من قبل وزارة الداخلية بحيث أنهم يعني عندهم انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون، وزي ما وصفت حضرتك هي انتهاكات يعني انتهاكات فردية؟ نعم، عندنا الواقع اللي تناولها الفيديو المسرب بخصوص السعدي غير تحقيق، هو 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 الانتهاكات كبيرة أستاذ عادل حسب التقارير الدولية، ولكن غير مسألة السعدي. الانتهاكات كبيره حسب التقارير، لكن احنا الواقع احنا نعم. انا ندعو قناتكم موقره غدا تنتقل للسجون وفجاه وتنظر على حاله السجناء وتتصل معهم مباشره. نعم، يعني اذا كانت انتهاكات كبيره وفقا للتقارير، اذا كان بنعتبر ان التقارير اللي هيومن رايتس او تقارير لجنه المقدم لمجلس الامن يعني كلام مصدق، هذاك موضوع ثاني يعني، لكن احنا نسعى لاثبات ان السجون في ليبيا حاليا لا توجد بها اي انتهاكات، لا توجد بها اي اختراقات لحقوق الانسان، ونحن مستعدون لاثبات ذلك، مستعدون لحضور قناتكم الموقره اي قنوات اعلاميه والاتصال مباشره بنزلاء السجون. ربما تكون هناك يعني انتهاكات خارج السجون، لكن نحن كوزارة عدل لسنا مسؤولين عنها، مسؤول عنها وزارة الداخلية. نعم. طيب أستاذ عادل، الحديث دائما على أن فيه سجون خاصة بعيدة عن الدولة، هل توصلتم إلى مثل هذه السجون؟ وفي حال ما توصلتم إليها، هل استطعتم أن ضموها لوزارة العدل واعتبارها جهة رسمية بحيث أن يتم تحسين وضع السجناء فيها؟ طبعا اغلب احنا هو حاليا في بالذات في طرابلس اكيد الامر يتعرف فيما يتعلق بسجن معتيقة. سجن معتيقة تبع الداخلية، القوة الردع تتبع الداخلية، والموقوفين هناك يخضعوا ويتم التعامل مع النيابة العامة. السجن لا يخضع لوزارة العدل، تبعية قوة الردع لوزارة الداخلية. فأي أسئلة بالنسبة لهذا الموقع؟ السجون الأخرى في طرابلس لا ليس لنا بها أي اتصال، نعتبرها خارج الشرعية وليس مع أي تواصل. طيب هل يعني توصلتم إلى سجون سرية في محيط العاصمة طرابلس أو ما جاورها من المدن اللي هي تحت سيطرة حكومة الإنقاذ؟ والله هذا ليس من اختصاصنا، اختصاص الداخلية يعني، في النهاية هذه جرائم، والجرائم البحث والتحري عنها من اختصاص وزارة الداخلية. نعم. طيب أستاذ عادل، اسمح لي فقط، احنا حنطلع فاصل وبإذن الله حنتواصل معك. أستاذ عادل كرموس، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. مشاهدي الكرام، أنتم أيضا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. فاصل ونواصل ونكمل الجزء الثاني من برنامج بلاد، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، والجزء الأخير من برنامج بلاد الليلة، وأكيد أرحب أيضا بالأستاذ عادل كرموس، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية. أستاذ عادل، رحبوا بك من جديد بعد الفاصل. نعم أستاذ عادل. معك أسمعك. نعم أستاذ عادل، يا ريت تعطينا دور وزارة العدل في خضم كل ما نسمع به من أخبار حول انتهاكات حقوق الإنسان، و هذه الأخبار اللي تقارير كل مرة نسمع بتقرير، فدور وزارة العدل في مثل هذه التقارير كيف تتعامل مع هذه التقرير؟ طبعا احنا ردنا دائما مشوب. بالنسبة لأوضاع السجون ووفقا لما نقف عليه نحن في وزارة العدل،
الأوضاع الحالية أوضاع ممتازة وفق الإمكانيات المتاحة لوزارة العدل، المعاملة جيدة، متابعتنا أن نقوم بزيارات من حين إلى آخر إلى هذه السجون، نتواصل مع السجناء، نطلب منهم إذا كان هناك أي ممارسات الإبلاغ عنها لنا مباشرة، نتابع السجون من ناحية الرعاية الصحية من توفير الأدوية، من توفير الأطباء، من ناحية توفير الغذاء، من ناحية توفير المستلزمات المعيشة، الفرشة والأغطية. نعم. أيضا نتابع من ناحية العناصر، نقوم بدورات تدريبية للعناصر المسؤولة على السجون. المعلوم لديكم أن أغلب العناصر ليسوا ذوي خبرة، هم أغلبهم من التوار، فحاليا في معهد الشرطة القضائية يتم تدريب هذه العناصر للتعامل مع في السجون ولكيفية التعامل مع السجناء. نعم. يعني سعينا حتيت لأن نقدم أفضل خدمة لهذا الجانب من الناحية الإنسانية لا أكثر ولا أقل. نعم أستاذ عادل، أنت تحدثت على أنكم فيه تواصل بينكم بين السجناء. أول شيء أنا حاب نفهم من حضرتك التواصل هذا كيف يتم، وثاني شيء اللي هو الأهم، هل يتم التواصل من خلال بشكل مباشر أم من خلال وسيط؟ لا، التواصل يتم بشكل مباشر من خلال الدخول للعنابر النزلاء والتواصل معهم مباشرة. نعم. وكان ذلك حتى بحضور الإعلام، كان الإعلام اللي حضر معنا في أكثر من زيارة كانوا يتواصلوا مع النزلاء مباشرة يعني. نعم. طيب مسألة أخرى، احنا طبعا أستاذ عادل التقارير الدولية مهمة، احنا دولة يعني بجنبنا دول ويعني في وسط العالم، فلابد أن ناخذ بتقارير زي ما ناخذ بتقارير على غيرنا، ناخذ بتقارير اللي تمسنا احنا بشكل مباشر بحيث إذا كان في أخطاء نصلحه أنفسنا. أيضا من ضمن التقارير الدولية تشير إلى أن نظام العدالة الجنائية منهار ومعطل، فكيف ترد على هذا؟ طبعا الموضوع اختصاص القضاء، لكن انا باعتباري قانوني نعم. يعني اجزم ان الجهاز القضائي في ليبيا بعافيه ويمارس مهامه، وان كانت الاحداث قد تعيق بعض الجلسات او بعض المحاكم، لكن الحمد لله جهاز لازال متماسك كما كان متماسك ايام الفترة الماضية، لم يخضع لأي ضغوط. حاليا الجهاز القضائي يمارس مهامه بكل حرية، القاضي يكون عقيدته من خلال الأوراق، كل ما القضايا المعروضة أمام القضاء تسير بأريحية دون أي تدخل. نعم. فقط هناك فعلا هناك مشاكل، هناك أحيانا عوائق تحول دون وصول المتهمين إلى المحاكم نتيجة الوضع الأمني، هناك أحيانا نتيجة بعض المناوشات أو المشاكل اللي حصلت في بعض المناطق تنقطع الطرق بحيث لا يتواصل أعضاء الهيئات القضائية بالمحاكم، هذه كلها طبعا نتيجة الوضع الأمني، لكن كجهاز قضائي وعمل الجهاز القضائي فهو في الحقيقة مشكور أعضاء الهيئات القضائية على جهودهم، وأن الجهاز القضائي لم يعطل نهائي خلال فترة الأحداث بالكامل يعني أستاذ عادل، نعم أستاذ عادل، يعني أنت هنا بتقول لي أن كل السجناء اللي الآن موجودين تحت في السجون قدموا للعدالة وعندهم ملفات وتم تقديمهم بشكل كامل للتحقيق وللقضاء وإلى ما ذلك؟ لا مش الكل، لا احنا في الفترة الأخيرة كان عندنا بعض السجناء العسكريين نتيجة يعني عدم الترابط او عدم التوافق بين النيابه العسكريه والنيابه المدنيه او مع عدم الاختصاص، كان في بعض السجناء متحفظ عليهم اللي هم كانوا متهمين بتبعيتهم للنظام السابق وارتكاب جرائم في حق الشعب الليبي، بعض كان من متحفظ عليهم، عددنا قوائم وحلناها للمدعي العام العسكري، واكاد اقول تقريبا جميع الموجودين في السجون حاليا لديهم قضايا ومحالين الى النيابة. نعم. طيب المجتمع الدولي العسكرية سواء نعم تفضل استاذ عادل. نعم. قلت سواء النيابة العسكرية او النيابة العامة.
نعم، المجتمع الدولي مهم جدا في التواصل بحيث أن يتم استسقاء بمعلومات وتنسيق أمني ولما ذلك. هل هناك يعني تواصل بمحكمة الجناية الدولية؟ بالنسبة لي أنا شخصيا لا، لا، لا كوزارة في حد ذاتها لا، بصفتي وزير وكيل وزارة العدل عندنا إدارة العلاقات الدولية في الوزارة ربما يكون عندها تواصل، لكن أنا المنظمات اللي تطلب زيارة السجون طبعا في الغالب يكون عن طريق هنا ويمنح الإذن عن طريق مكتب. يعني في حال طلبت المحكمة محكمة الجنايات الدولية أي اسم أو أي سجين متهم بانتهاكات والآن يعمل ضمن المؤسسة، هل يتم تقديمها للعدالة الدولية؟ والله أعتقد أن هذه يخص ما هو هذا السيستم أستاذ عادل، هذا نظام، هذا نظام أنت عارفه أكثر مني نعم من مشاهد، فأنت عنصر من التركيبة الكاملة حبيبي نفهم منك. عفوا نعم تفضل، ما زلت مسترسل في كلامي يعني. نعم تفضل. فأعتقد أن ليبيا باش بتسلم مواطنيها ما أعتقدش، لكن إذا تبت الارتكاب من أي جرائم حيحاكموا محليا يعني. نعم. طيب الجانب الآخر وهو أيضا جانب مهم، العائلات وزيارتهم للسجناء اللي هم أبنائهم، فيه الحديث أيضا حول تقارير أن يتم يعني استبزازهم بأن بمسألة مالية لأنك تزوريه ونقدر نطلعه لك، هل هذا كلام صحيح؟ ولا هذه زي ما قلت لك كلها ممارسات فردية يعني لم تصلنا شكاوي بهذا الشأن. أنا في مكتب وكيل وزارة العدل ممكن شكوى أو اثنين فقط فيما يتعلق بعدم نقل النزيل إلى المحكمة فقط، والباقي يعني الانتهاكات لم تصلنا أي شكوى سواء من العائلات سواء من النزلاء. تواصلنا مع النزلاء مباشرة، يعني قمنا بمجهود أن نتواصل مع النزلاء مباشرة ليوفونا بمشاكلهم. كانت فعلا وبصدق أغلب طلباتهم هي سرعة الفصل في قضاياهم. والمهم عن المعاملة يعني ونتكلم معهم بأريحية وبدون حضور حتى المسؤولين عن المؤسسات، المعاملة فيما يتعلق بالجانب الإنساني ما هي المعاملة؟ الغالبية العظمى في الأغلب المؤسسات أن المعاملة ممتازة. نعم بغض النظر يعني الأغلبية يقول لك فعلا الأيام الأولى للاعتقال كانت فعلا كان في ممارسات، لكن في السنوات الأخيرة فالمعاملة يعني جد ممتازة. نعم. طيب الحديث أيضا حول حتى المحكمة العليا اللي تقوم بممارستها، طبعا هي الرقابة القضائية وتقدم سبل العمل والإنصاف لكل سجين، هل هناك هذا الشيء موجود الآن على أرض الواقع؟ ما فهمتش السؤال. المحكمة العليا هل تقوم بعملها بأكمل وجه الآن ونشطة بحيث أنها كل إداراتها تشتغل بشكل حقيقي وقانوني؟ هي المحكمة العليا محكمة قانون يعني. نعم. يعني تتابع تطبيق القانون. نعم. فما لهاش علاقة بال 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 بالسجون يعني، هي من ناحية نظر القضايا فيما يتعلق من ناحية تطبيق. بس هي تعتبر رقابة قضائية على كل الجوانب القانونية. طبعا ما هذا السؤال يعني بعيد على جانبنا، بس فعلا المحكمة العليا تشتغل حاليا بكامل، وحاليا في الفترة الأخيرة صدر قرار بتعيين مستشارين جدد للمحكمة، نيابة النقد أصلا أيضا في المحكمة العليا تشتغل بكامل عناصرها. الوضع بالنسبة للجهاز القضائي يعني شيء يسجل للجهاز القضائي أنه جسم متماسك في كل ليبيا ويمارس عمله، ما عدا بعض المحاكم التي المدن فيها ليست آمنة فقط. نعم. تحدثت حضرتك في الحديث الماضي تحدثت على مسألة اللي هي سجن معتيقة وقلت إنه ما يتبعكمش بشكل مباشر، لكن هل في تنسيق بينكم وبينه بحيث زيارات السجناء ومتابعة حقوق الإنسان من خلال حضرتكم يعني أو الجهاز التابعينه؟ لا، ما عندناش أي تواصل مع سجن معتيقة باعتبار يتبع الداخلية. نعم. يعني كل جسم يشتغل منفصل عن الآخر، مش كشكل واحد أو جسم واحد. طبعا هي اختصاصات وزارة العدل فيما يتعلق بالسجون هي تنفيذ أوامر النيابة
والمحاكم فيما يتعلق بالقبض والإيداع في السجن أو الإفراج. نعم. ما لمسناه حاليا من خلال المؤسسات اللي تتبع الوزارة حاليا أن هذه الأوامر تنفذ بالكامل. لديكم الدليل الأيام الماضية الحكم اللي صدر فيما يتعلق بأزلام النظام، صدر حكم بالبراءة، نفذ الأمر قبل حتى خروج الهيئة من المحكمة، خروج الهيئة من 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 سرايا المحكمة. نعم. كانوا المحكومين بالبراءة كانوا خارج السجن. نعم. طيب أستاذ عادل، هل يمكن أنك أنت تعطيني عدد السجناء اللي لم يتم يعني ما تموش محكوميتهم بشكل مباشر، بمعنى أنهم لا قدموا للتحقيق ولا للقضاء؟ والله الإحصائيات لا ما عنديش. احنا العدد اللي كان بالنسبة للسجناء العسكريين واللي تم إحالتهم لمكتب المدعي العام العسكري يعني عدد بسيط، كان لا يتجاوز 40 أو 50 سجين يعني. طيب في حال سجين قدم شكوى مباشرة تم انتهاك حقوق الإنسان من خلاله بالضرب أو بالتعذيب أو لما ذلك، هل يتم حمايته داخل السجن؟ طبعا أكيد. كيف يتم حمايته؟ هو أصلا داخل السجن. إذا كان تعرض لأي انتهاكات وثبت لدينا، الشخص اللي قام بهذا الأمر لن يتصل معه مرة أخرى، يعني سيتم إعفائه من مهامه وحالته للقضاء. نعم. وسائل الإثبات لديكم ما هي أستاذ عادل لمثل هذه الانتهاكات؟ والله أغلب المؤسسات مزودة بكاميرات متابعة، ومن خلال طبعا انت لم بتسالني عليه الضمير الشخص يعني اغلب يعني احنا وكاننا في هذا الموقف بنتهم كل من هو في السجون بانه غير سوي او لا يحترم حقوق الانسان دميته، وهذا يعني حكم جائر. يعني هناك كثير من ابناء هذا الوطن هم صالحون ولا يرضون بهذه الممارسات، فيعني لو حصلت اي ممارسه بهذا الشان سيتم التبليغ عليها من المسؤولين قبل ان تصلنا من جانب آخر يعني. نعم. يعني احنا الآن نقدر نقول ان السجون سواء كان في طرابلس او في الزاوية او جنزور او مصراتة وإن كانت امورها الانسانية تمام 100%. هذا طبعا 100%، هذه طبعا امر مستبعد يعني، لربما طيب يكون كم هناك 70 ممارسات. لا انا كان اقول 90%. نعم 90%. أيوة. ونظرا لقلة الإمكانيات فتنقص بعض الأشياء اللي يمكن تقديمها للنزلاء نظرا لقلة الإمكانيات. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية، هل هي تعاون يعني مباشر ومرتبطين بهم بشكل كبير وتقدمونهم في التسهيلات بحيث أنه يتم زيارة أو يقدموا من خلال زياراتهم تقارير ويتم الأخذ بهذه التقارير؟ طبعا في عديد المؤسسات المحليه تتواصل معنا ويوافوا فينا بتقارير عن زياراتهم. اذكر على سبيل المثال للحصر مؤسسه السبيل، هذه المؤسسه يعني فعلا متعاونه مع الوزاره وتطلب في زيارات ونقدم لها جميع المساعدات في الزيارات، وهي زيارات لفرق احيانا تتكون من 10 اشخاص وينتقلوا للمؤسسات ويتعاملوا مع المؤسسات. وممكن يعني ممكن هي المؤسسة عندها نشر لتقاريرها فيما يتعلق بهذا الشأن. نعم. نسمع دائما أستاذ عادل، وهذا السؤال الأخير ليك، دائما نسمع بفلان حجوه، فلان خطفوه، فلان جات سيارة من كتيبة معينة تم خطفه، هل كل هذا تسمعوا به وعندكم من خلاله يعني قائمة وضبط بشكل مباشر من الشرطة القضائية؟ لا، هذا طبعا الاختصاص مش لوزارة العدل، هذا اختصاص لوزارة الداخلية. التبليغ عن حالات الخطف يتم لمراكز الشرطة وللأجهزة الأمنية اللي تابعة لوزارة الداخلية، لكن نسمع زي أي مواطن ليبي نسمع بحالات الخطف. الوضع الأمني لا ننكر أنه يعني سيء،
حالات الخطف تكاد تتكرر، وهذا واقع، هذا واقع لا يمكن ننكره. يعني هذا نتيجة عدم توفر الأمن، وهذا يقع على الجهات اللي مفروض تتولى هذا الموضوع. نعم. وزارة العدل جانبها فيما يتعلق بحماية السجون وحماية مؤسسات الإصلاح والتأهيل. نعم، الأستاذ عادل كرموس وكيل وزارة الشؤون، وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية، أشكرك جزيل الشكر من عبر الأقمار الصناعية، كنت معنا من طرابلس، على كل ما تفضلت به وكل الإيضاحات اللي وضحتها لنا والأسئلة اللي سألناها لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، والباين أن الوضع السجون ما شاء الله يعني ماشي 100%، والحياة وردية في أمان الله.